مشكله ده حسب الخط ده بعمل كده بعمل زي الدوشه ماشي. فانا مثلا في رايك في خمس انابيب والناحيه الثانيه فيها بوتين ده اسمه ايه؟ انتي ستريبتولايز. ايه الفكره بتاعته؟ انا بجيب السيروم بتاع العيان بكشف فيه عن حاجه اسمها انتي ستريبتولايز او انتي بودي. ما في انتي بودي في دم العيان اسمه ايه؟ انتي ستريبتولايز او انتي بودي اللي هو انتي بودي ضد التوكسين اللي هو الايه؟ ستريبتولايز او. ماشي كده يا دكاتره؟ فانا بعمل ايه؟ انا مش عاوز اشوفه بس ده انا عاوز اشوفه واعمل له تتر كمان يعني اشوف الليفل بتاعه قد ايه عشان اقول الشخص ده ايه مريض ولا مش مريض حسب التتر ده. فبعمل دايلوشن اوف ذا بيشنت سيرم اهو عشان كده جبت خمس انابيب ممكن اجيب 10. فبعمل تخفيف اول حاجه 1 على 50 تمام كده يعني مثلا وليكن سنتي او نقطه ايه نقطه سيرم مع 49 نقطه ايه من السلايد او من الديستال ووتر ده حسب الحوض تمام. الثاني ها يبقى كام؟ 1 على 100. الثالث 1 على 200. 1 على ايه على 400. 1 على 800 سيريال يعني تعمل دبلنج تمام كده. 1 على 50 على 100 على 200 على 400 على 800. يبقى احنا خففنا الايه السيرم بتاع العيان. بعد كده بجيب حاجه اسمها الستريبتولايز اللي انا محضره اللي هو الانتيجين نفسه. بقى انا كده حطيت الانتي بودي ما اعرفش فيها انتي بودي ولا ما فيش. بجيب اللي هو الانتيجين اللي هو ستريبتولايسين او محضر انا ستريبتولايسين او الانتيجين وبروح حاطه بكميات متساويه على الانابيب الخمسه دول. حاطط هنا ستريبتولايسين او ستريبتولايسين او ستريبتولايسين او وهكذا. المفروض لو الانتي بودي موجود في دم العيان يمسك مع الانتيجين ولا ما يمسكش؟ يمسك مع الانتيجين. الاثنين مسكوا مع بعض. هو فين الورث؟ احنا لسه دم انا جبت سيرم. فين الدم اللي حطيته؟ ده انا جبت سيرم بتاع العيان وخففته وبعد كده ستريبتولايسين او جبت دم لسه. وبعد كده انا عاوز اعرف بقى مسك ولا ما مسكش. يبقى في انديكيتور. الانديكيتور ده عباره عن ايه؟ ار بي سيز. يبقى الانديكيتور ده عباره عن ايه؟ ار بي سيز. بروح جايب حاطه هو ستريبتولايسين ايه؟ بيكسر الار بي سيز. ستريبتولايسين بيكسر بيعمل لايسيز بيعمل لايسيز والار بي سيز. فانا اجيب بعد كده الار بي سيز واحطها على العين كلها. تمام؟ المفروض لو الانتي بودي موجود ومسك بالانتيجين هيكسر الار بي سيز؟ خلاص ما كسرهاش. يبقى بالتالي ما كسرش الار بي سيز يعني ما حصلش ايه؟ ما حصلش هيمولسيز يعني حصل ايه؟ راصب كده للايه الار بي سي توصلت تحت سيدمنتيشن. تمام يبقى معنى كده ان في انتي بودي مسك الانتيجين وبالتالي ما كسرش الار بي سي يبقى بوزيتيف اهو. يبقى الاولانيه هنا فيها انتي بودي، الثانيه فيها انتي بودي، الثالثه فيها انتي بودي، الرابعه فيها انتي بودي، الخامسه حصل هيمولسيس يعني ما فيش انتي بودي. يبقى التتر قد ايه؟ اخر انبوبه ما حصلش فيها هيمولسيس اللي هي 1 على 400 ماشي كده. دول كنترول يعني بقيس الايه بقيس الحاجه اللي بستعملها يعني تمام. ايه الكنترول دوت بيبقى عباره عن ار بي سيز تمام وبحط عليها ايه وبحط عليها سلايد عشان اشوف الار بي سي اللي بستخدمها سليمه ولا مش سليمه. المفروض الانبوبه ما يكونش فيها هيمولسيس يعني الار بي سيز مع السلايد ما تفرقعش. الانبوبه الثانيه ار بي سيز بروح حط عليها ستريبتولايسين او المفروض تفرقع صح كده. يبقى اهو يبقى انبوبه بختم فيها الستريبتولايسين وانبوبه بختم فيها الايه الايه الار بي سيز ماشي. ها ان شاء الله تفهموه يا مسهل الحال. ها ما هو بقى يعني بس سؤال هقول لك خليك ده ايه اسمه ايه يا ابني عند ستريبتولايسين اوتيت سؤال ممكن اسالك بقى عليه مستخدم في ايه؟ مستخدم في ايه؟ الدياجنوستيك بتاعه قد ايه؟ تمام الدياجنوستيك بتاعه لا في الدنيا في الارض امشي يا اسطى خد